نتا بشرى هدى. هدى مرحبا بكم. المسابقه اللي غادي ندير سهله، غنديروها بشويه، ونكمل اللي غنديرها بالزربه، اللي خسر يسلم على مولين الدار. متفقين؟ شجره، كيفاش دايره الشجره؟ شجره قرد، القرد كيما كيحك القرد مستقبل قبل اسد. شجره بقره سهلة ياك؟ يلا اتونسي. شجرة شجرة ايوا سلمي على مولين الدار. سامحوا لي هذه المرة، رجعي رجعي. كنغسلوا بالصابون التيد والشيطة اللي عندنا في الطواليت. هاني مسطي هذه والله إلا مسطي. أنت وليدي قلتي لي عندك شي شكاية ياك، تفضل. انا مدرس عندي واحد الشكايه بهاد الطفله هادي في المدرسه كتقول لي عزي. الان كنقوم بجوله عبر المدن الحضريه وبعض القرى النائيه في اطار الجوله التربويه اللي كنقدم بدعم من المديريات الجهويه والاقليميه ديال وزاره الثقافه في المغرب. وبالمناسبه كنحييهم كنشكرهم على هذه البادره، هذا الدعم هذا باش كنستطع نتجول في جميع المدن المغربيه وبالاخص القرى اللي فيها الاطفال محرومين، ما عندهمش تلفزيون، سينما، مكتبه، وكندير لهم كتوبه معايا وكنحاول نفوج عليهم. ولكن اللي مهم هو ان نوجه رساله تربويه اللي عندها علاقه بالقيم الخلقيه بصفه عامه. هذا العرض هذا ركزت فيه بزاف على الاهميه ديال المحافظه على البيئه من خلال الكراكيز، كاين فكاهه وفي نفس الوقت استفاده باش يعرفوا الاطفال شنو هي الاهميه ديال المحافظه على البيئه، لانه كيتكلموا عليها بزاف وكنشوف بلي التطبيق ديالها ما كاينش في الشوارع ديال المدن المغرب تقريبا كامله. كاين بعض الاحياء بالنسبه لطنجه المدينه اللي كنقيم فيها، كاين بعض الاحياء اللي صبغوا زناقي والارض وكل شيء وداروا محابق، وهذا الشيء كيحمر الوجه، ماشي غير الدار اللي تكون نقيه، يعني حتى الشارع يكون نقي. هذا بصفه مختصره. وكندير حكايه، كندير حكوات، كنحكي واحد الحكايه عندها علاقه بالفانتاستيك، يعني من الخيال ولكن هي كتأدبط على الواقع. الهدف ديالها هو نشرح للاطفال شنو هو الاحتباس الحراري باسلوب مبسط. هاد الجولة هذه اللي فيها مميز هو أنه جات احتفالا باليوم العالمي للمسرح، وكتب لي هذا العام نحتفل به في مدينة الحجب اللي ما بقيت شفتها من اللي دوزت فيها التجنيد الإجباري، هذه تقريبا 40 سنة. ومن هذيك الوقت كنت خدمت كمعلم مجند، فمن هذيك الوقت حبيت الأطفال، وكان الحجب عنده واحد الدور مهم أنني كنت اول عمل خدمت وظيفه كاستاذ، يعني كنقري التلاميذ وانا كندوز التجنيد الاجباري ديالي في سنه 1968. هذه المدينه هذه ديال الحجب فيها دار الثقافه يعني جميله، كيف اللي بزاف ديال المدن فيها هاد دور الثقافه هذه بادره، يعني تشكر عليها الوزاره ديال الثقافه. والحجب دعموني باش نقدم هذا العرض هذا، فيها كان تقني خدم معايا سميتو كريم، كان في المستوى ما خلاش لي البياض في وسط العرض، مع العلم انني انا كنقدم العرض مختصر وما فيش البياض. وشكرا لكم. حشومها مسمياني الزيتونه الكحله، اعوذ بالله، ماشي حشومه عليك تقولي للصديق ديالك هذا الكلام هكا. ها حتى هو كيقول لي البيضه الخامجه، انا مالي انا وجهي ابيض بحال البيضه. انت شوف لا انت ولا هو، جوج بكم ما خصكمش تبقاو تعايروا، لان الله سبحانه وتعالى كيقول لنا في القران ولا تتنابزوا بالالقاب.